اتهامات وملاحقات أمنية وقانونية، ملخص قصة دامت سنوات بين النظام الحاكم في مصر قبل انهياره من جهة، وجماعات سياسية ترفع شعارات دينية من جهة أخرى. والهدف المعلن كان إحكام القبض على مصادر تمويل تلك الجماعات وتجفيف منابعها. فهل نجح النظام السابق في مبتغاه؟ النظام كان بيعرف مصادر تمويل هذه الجماعات، تحديدا جماعة الإخوان المسلمين، وكان بيغض الطرف كثيرا، لكن كان بيستخدم هذه الورقة في توقيتات معينة. هناك عمليات تهريب تتم من الحدود، سواء كانت من الأنفاق أو من حدود المختلفة، يمكن من خلالها تهريب كميات كبيرة جدا من الأموال، سواء كانت عملات صعبة أو عملات مصرية. أيضا عمليات التحويل من الخارج على شكل صفقات تجارية. اللعبة يبدو أنها تتكرر أيضا بعد الثورة، وإن ظلت فصول التكرار حتى الآن على صفحات الجرائد، مع اختلاف المتهمين هذه المرة، سواء من يقدمون الدعم أو من يتلقونه. هناك دعم كامل للجماعات السلفية من المملكة العربية السعودية لتكون يعني طرف إيجابي في اختيار مجلس الشعب واختيار الرئيس القادم، وفي مبالغ رصدت الى لهذا الهدف، يعني البعض بيقدرها ب 2 مليار دولار والبعض بيقدرها ب 5 مليار دولار. الحقيقه لا يوجد مصدر واحد لهذه الاقاويل. المخاوف من شبح الصعود السياسي لتيارات متشدده لها ما يبررها في نظر الكثيرين، وهو ما يستدعي على الاقل الحذر والتدقيق في التزام الجميع بنصوص القانون حول عمليات التمويل السياسي. لا يوجد اي قانون حتى الان ينظم التمويل السياسي في مصر. القانون بيقول انه الجمعيات الاجتماعيه الخيريه اللي هي بتشهر في وزاره التضامن يمكن ان تحصل على تمويلات حتى من الخارج، لكن بشرط أن تكون هناك مراقبة لهذه التمويلات. أما في غياب الشفافية وسيادة القانون، فمن غير المتوقع أن ينقطع الحديث عن عمليات تمويل سرية لجماعات أو أحزاب تحمل شعارات دينية، سواء كانت إسلامية أو مسيحية. المطلوب الحقيقة أيضا التعاون المشترك بين الجهات التنفيذية زي البنوك مع البنك المركزي وهو بنك البنوك كلها، وأيضا مع الجهات الأمنية، ومحاولة تنشيط هذه العمليات المضادة لمثل هذه العمليات الغير قانونيه. الافراد اللي بتجي لهم هذه الفلوس وبنشوف مصدرها ايه، لان عندنا قانون غسل الاموال بيطبق في مصر. في الوقت الذي يشتد فيه النقاش في مصر حول مستقبل الدوله المدنيه، يثور حديث موازن عن مصادر تمويل الجماعات التي ترفع شعارات دينيه، ليظل الجميع متساوين تحت سقف القانون وفي اطار شفافيه الاعلان عن مصادر تلك الاموال وحق الدوله في مراقبتها. عاصم أبو الغار، اليوم على الحرة، القاهرة.